السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعين قناة أسرار العالم الروحاني. من الأسرار العظيمة والمجربات الصحيحة: خذ من القرآن ما شئت لما شئت بفضل الله تعالى لجميع الأمراض الروحية. صلي على الحبيب المصطفى، اللهم صلي وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبون الطاهرون. أتمنى من كل من يشاهدنا يشارك الفيديو، خلي غيره يستفيد ويدعم الفيديو باللايك، وإن كنت لم تشترك في القناة فلا تشترك في القناة وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد فضلا وليس أمرا. نبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم. من الأسرار العظيمة والمجربات الصحيحة بفضل الله تعالى: إذا أردت هلاك المس العاشق، إذا أردت هلاكه نهائيا فعليك بصورة نور. إذا أردت هلاك المس العاشق فعليك بصورة نور أقل عدد يوميا مرة واحدة، وتكرر آية النور 33 مرة، لإما بفضل الله الصورة مرة واحدة لإما 3 مرات بفضل الله تعالى، هتدهم عليها أقوى صورة وقاتلة للمس العاشق. إذا أردت هلاك المس العاشق فعليك بصورة النور. وإذا أردت هلاك ملوك الجن، إذا أردت هلاك ملوك الجن فعليك بصورة الملك وآية الكرسي. إذا أردت هلاك ملوك الجن فعليك بفضل الله تعالى بصورة الملك وآية الكرسي. من الأسرار العظيمة والمجربات الصحيحة بفضل الله تعالى: وإذا أردت هلاك المارد من الجن، إذا أردت هلاك ذلك المارد، إن كنت عندك مارد مصاب بمارد فعليك بصورة الصفات، أقوى الصور القاتلة لهذا المارد بفضل الله تعالى. وإذا أردت إبطال الأسحار كلها، إن كنت تعلم هذا السحر مدفون معلق مرشوش مشروب، تعلم أو لا تعلم، فعليك إن أردت إبطال وهلاك هذا جميع الأسحار بقدرة الله تعالى فعليك بصورة يونس طه هود الأعراف المعزتين. خذ هذا البرنامج وبقدرة الله تعالى من ثالث يوم هتشعر بالراحة. فعليك إن أردت إبطال جميع الأسحار بمشيئة الله، كل هذا بفضل الله تعالى، لا تقول لي أتيت منها، لأن هذا أسرار ومجربات صحيحة بفضل الله. القرآن كله شفاء، لا تقول لي كل شيء بفضل الله تعالى، كل مرض روحي وعلاجه القرآن بقدرة الواحد الأحد. خذ من القرآن ما شئت لما شئت بفضل الله تعالى. فإن أردت إبطال جميع الأسحار فعليك بفضل الله تعالى سورة يونس طه هود الأعراف المعزتين بفضل الله تعالى. إذا أردت خروج العين، العين سواء قديمة جديدة عليك إخراج، إذا أردت خراج العين أو الحسد بفضل الله تعالى فعليك بالمعزتين والرعد بفضل الله تعالى. كل هذا البرنامج الذي أعطيه لك خذ من القرآن بفضل الله ثالث يوم، ثالث يوم هتشعر بالراحة بفضل الله تعالى والشفاء بقدرة الله تعالى. فإذا أردت إخراج العين فعليك بالمعازتين والرعد، إذا أردت استسلام الجني النصراني فعليك بصورة آل عمران. كنت مصاب بجن نصراني فعليك بفضل الله تعالى بصورة العمران. إذا أردت هلاك الجن اليهودي والمجوسي فعليك بصورة الكهف والمائدة. إذا أردت هلاك الجن الماسوني واليهودي والمجوسي فعليك بفضل الله تعالى بصورة الكهف والمائدة بفضل الله تعالى. وهنا إذا أردت بفضل الله تعالى هلاك الجن الملحد فعليك بصورة الأخلاص والأنعام بفضل الله تعالى. إذا أردت هلاك الجن الملحد فعليك بصورة الإخلاص والأنعام بفضل الله تعالى، هتهلكه هذا الصور قاتلة لهذا الجني بقدرة الله تعالى ومن المجربات الصحيحة بإذن الواحد الأحد. فهنا بفضل الله تعالى كما قلت عليك بفضل، إذا أردت هلاك الجن آخر حاجة اليهودي والمجوسي فعليك بصورة الكهف والمائدة. إذا أردت دحر القرين ولجم القرين فعليك بذكر الله وصورة قاف الكافرون الناس للقرين بإذن أخواتنا الذين طلبوا علاج القرين. كل واحد يدخل هذا الفيديو هيلاقي مرضه وعلاجه في هذا الفيديو بإذن الله، لدامع لكم بقدرة الله تعالى جميع الأمراض بإذن الله تعالى. فكما قلت
القرين بإذن الله تعالى، فعليك بذكر الله وبفضل الله قاف الكافرون الناس. إذا أردت فك العقد فك جميع العقد أي إن كانت العقد في الجسد بفضل الله تعالى فعليك بصورة قاف نسفة بإذن الله تعالى لجميع العقد مهما كانت العقد بفضل الله تعالى لفك صورة قاف. إذا أردت السيطرة على الجني الطيار المصابين بأخواتنا من الجن الطيار فعليك بصورة الفيل الملك الرحمن. إذا أردت السيطرة على الجن الطيار فعليك بفضل الله تعالى بصورة الفيل الملك الرحمن ناسفة للجن الطيار بفضل الله تعالى. إذا أردت التحصين لبيتك فعليك بالبقرة. إذا أردت التحصين والبركة في بيتك وأولادك وأهلك ولك فعليك بصورة البقرة لا تقطعها بفضل الله تعالى. إن سورة البقرة هترى كثيرا يقول قرأت سورة البقرة لم يبطل سحري، كثيرا يقول دومت على سورة البقرة لم يبطل سحري. هو سر في سورة البقرة المعجزات أو الذي رأيتها أو الأشخاص الذين أعطيتهم برنامج من قبل سورة البقرة سرها بيبان من بعد الشهر، من بعد 30 يوم، من بعد 30 يوم هتبان معك أسرار سورة البقرة لم تعلم بها من قبل. والله ثم والله بإذن الله تعالى سورة البقرة ناسفة يعني فتح البركة كلها بسورة البقرة بس من بعد شهر، لان كثيرا قرأ سورة البقرة ممكن يكون تعب اكتر او ممكن تكون تأثر او تعب اكتر من بعد 7 ايام او 3 ايام، او في ناس ما تفكتش اسحارها من سورة، لكن هتنفك اي سحر من بعد الشهر. داوم عليها الحل لمدة شهر، من بعد الشهر هترى بعينك بإذن الله تعالى، وهترى الرؤيات المنامية وهترى الفتحات الربانية من سورة البقرة بفضل الله تعالى. فهنا وعليك التحصين، إن كنت عايز تحصن نفسك فعليك بآية الكرسي معروفة وسورة ياسين بفضل الله تعالى للتحصين والفتحات بفضل الله تعالى. إذا أردت رقية أطفالك فعليك بالمعزتين الفاتحة آية الكرسي وأواخر البقرة بفضل الله تعالى، فهذا للتحصين ورقية الأطفال وأولادك بفضل الله تعالى. إذا أردت هلاك أو أردت هلاك التابعة، لأن كثيرا التابع عندهم عطلهم الخلفة أو بتموت الأطفال أو تأتي بها الحمى، لأن كثيرا يكون مصاب بالتابع فعليك بصورة الرحمة بفضل الله تعالى مدمرة للتابعة بفضل الله تعالى، وناسفة لهذا التابعة بقدرة الله تعالى صورة الرحمن هي المدمرة ومزلزلة لأم الصبيان هي التابعة الشيطان، هذا بفضل الله تعالى مدمرة صورة الرحمن لها بقدرة الله تعالى. إذا أردت حرق الشياطين، إن كانت تسلط عليك الشياطين اتفتحت عليك بوابة السحر أو اتفتحت عليك بوابة هذا الشياطين، إن كان شيطان أو إن كان ساحر متبكك وعمال يرسل لك شياطين واتفتحت بحرق الشياطين وأردت حرق الشياطين فعليك بالهمزة والبرود والصفات والكرسي ناسفة قاتلة للشياطين يفر منها بفضل الله تعالى بقدرة الواحد الأحد. هذا بفضل الله تعالى من المجربات الصحيحة وليست للتجربة، من الأسرار العظيمة والمجربات الصحيحة، وعن تجربة بفضل الله تعالى بيكون ناس كثيرا مجرب هذا الطرق معها وناجحة بفضل الله تعالى فيها العلادات. وتمنى من الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفي الجميع يا رب العالمين. وكما تعودنا مفتاح كل شيء الصلاة على الحبيب المصطفى، قبل ما تبدأ تصلي على الحبيب وتختم بالحبيب إن شاء الله كل ما تكره يكون مستداب بفضل الله تعالى عند الله الرحمن. وكما تعودنا مفتاح كل شيء كما قلنا الصلاة على الحبيب المصطفى. تمنى من كل من يشاهدنا يشارك الفيديو خلي غيره يستفيد ويدعم بالفيديو باللايك فضلا وليس امرا، وان كنت لم تشترك في القناه فاشترك في القناه وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد، وسيب لكم فيديو في صندوق الوصف بفضل الله تعالى من اسرار القران العظيم، وداخل القناه جميع اسرار القران العظيم والعلاجات بفضل الله تعالى. وكما تعودنا مفتاح كل شيء الصلاه على الحبيب المصطفى، اللهم صل صلاه جلال وسلم سلام جمال على حضره حبيبك سيدنا محمد، واغشيه اللهم بنورك كما غشيته سحابه التجليات، فنظر الى وجهك الكريم وبحقيقه الحقائق كلم مولاه العظيم الذي اعزاه من كل سوء، اللهم فرد كربنا كما وعد، امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء على اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته متابعين قناه اسرار العالم الروحاني.